كانت هناك ايضا بالصوغان في المركز زعفران سالم بن محمد بوثام العامري 9 دقائق 47 ثانية خمسا من الاجزاء من الثانية. ما شاء الله الكبار الخبرة تأتي هنا تظهر على أرضية هذا الميدان. نشوف التحدي، ما أحلى الرقصة مع الكبار وخاصة في آخر الأمتاع. الله الله الكل بدأ يتابع هذا المساء ويتابع هذه اللحظة الجميلة التي حملت فيها الانطلاقات. ينطلق على بركة الله شوطنا الثاني، شوط مثير، شوط أيضا من بدايته بالفعل يؤكد أن فيه من المعاني من القوة ومن التحديات الكثير. الشوط الثاني شوط خاص بالإبكار المهجنات الأصايل بمشاركة نخبة من هذه النجوم من هذه التحديات من هذه الانطلاقات، وأرى هنا من خلال المتابعة الأولى أسماء أخرى تأتي لتحمل الجديد، تنضم أيضا بكل التحديات والإثارة في هذا المساء. نبدأ بالمقدمة، نسير إذا مع الصدارة، نسير مع الظبي على المركز الأول. سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد اللي أعلن البداية الأولى وأعلن الانطلاق الأول. الشاهينية على المركز الثاني، حمد بن سلطان بن درويش المنصوري في المركز الثاني من خلال هذا الأداء، بداية وتحدي على المقدمة. المركز الثالث العاصفة في المركز الثالث محمد بن فالح النعيمي، مطلق عليها اسم العاصفة، والعاصفة يجب أن تكون اسما على مسمى كما يعرفها الجميع. المركز الخامس هناك شواهين، المركز الرابع شواهين لحميد بن سيف الفلاسي، وفي المركز السادس فهد بن طحنون الهاجري قادم مع اليذابة على المركز الخامس، بينما سادسا نعود هناك مع الدولية علي بن سعيد الخاطري في انطلاقة هذه الرياضة العالمية الدولية. المركز السابع تنطلق هناك خصام سالم بن سعيد بن منان السويدي، وفي ثامن المراب. غير كل الأفكار، غير كل المعاني، نقل هذه اللحظة إلى خط النهاية مع اندفاع ما شاء الله، اندفاع حمل النهاية. سلام يا المملكة سلام، سلام يا المملكة سلام. تهانينا إذن والناموس للسيد فهد بن طحنون الهاجري على هذا الانطلاق وهذا التحدي وهذه التميز اللي قدمته اليذابه مع خط النهاية. سلام يا المملكة سلام، سلام يا المملكة سلام، سلام يا المملكة. إذن هنا المركز الثاني، خصام على المركز الثاني سالم بسعيد بن منان السويدي، وزن حمد بن راشد بن غدير في المركز الثالث، الشاهينية لحمد بن سلطان بن درويش في المركز الرابع، والمركز الخامس الظبي سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد. ما شاء الله هذه لحظات النهاية، ولكن اليذاب